فَأَذَابَ اللَّهُ
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كمان صلى على الحبيب. Thank you.
What?
أكبر. صلى على سيدنا النبي. تمام. اللهم صل على النبي. ايه التجلي ده يا مولانا؟ اللهم صل على النبي.
النبي كمان يا حاج اللهم صل على النبي. Oh, my God.
صلى على سيدنا النبي الصلاة والسلام. الله يا أبو أنور. نعم يا سيدي نعم. الله 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 عليك. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ. تمام. سيدنا النبي ربي لا يا رب يا الله
سيدنا النبي. تمام. الله يا ابو انور. الله الله الله. تمام. إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا. يا شيخ Yeah.
Oh.
صل على سيدنا النبي. تمام. غالي يا ابني غالي. لا يسمعون عزيزا. صلى على سيدنا النبي. تمام. لا يسمعون حديثنا.
ها يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوي السماء So
فقال المصطفى أن يقول الأمة ورسالتها مثلا بذكر الله اللهم أرد قلوبنا بذلك والشرك والنحق رضاك وعفوك واجعلنا من الذين يستغفرونك ويسبحون بحمدك واجمعنا في رحابهم ما بك الذين أنعمت عليهم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وأكثر دعواهم عن حق الله رب العالمين وهكذا صوت الإيمان والإسلام في كل مكان فقد حضر علينا بنازله هو الخير حيث استمعنا إلى حضر الحديث المصير بالكتاب مع آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم دلالة على مسامح الرقيق القادمة طارق الشيخ أنور الشحاح محمد أنور القارئ تسعة وثلاثة وثلاثة في مدينة القاهرة رقم تسعة فتح عليه